مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الشاشه التفاعليه شوف تيفي. عبرت منظمه الصحه العالميه يوم امس الاثنين على القلق ديالها من انتشار فيروس ماربورغ عالميا، واكدت على ان هذا الفيروس قادر على قتل المصاب خلال 3 ايام فقط. واضاف متحدث باسم المنظمه في تصريحات القناه العربيه على ان فرص النجاه من ماربورغ كترتفع اذا تابعوا الناس وسائل الوقايه. يشار انه تم تسجيل جوج ديال الحالات ديال الوفيات في غانا بهذا المرض، وهذا الشيء اللي أثار المخاوف حول العالم. هذا المرض هو عبارة على حمى شديدة العدوى من نفس عائلة إيبولا، ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة، وكينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر، وكينتشر أيضا عبر الأسطح. بهذا غادي نوصلوا نهاية هذا الخبر، إلى اللقاء.